تلبية احتياجات السكان، بمعنى هو لا يريد حكما مدنيا ولا حكم عشائر موالية ولا حكم حتى سلطة يأتي بها تكون ملتزمة باتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية مع الاحتلال، ولا يريد أي شكل من أشكال الحكم سوى يعني الحكم العسكري، والجيش هو الذي يقوم بتلبية احتياجات السكان. فيما يتعلق بالشق الآخر من التصريحات ومن الخطط التي تسرب صباح مساء سواء على لسان الكثير من الصحفيين والمحللين السياسيين والعسكريين وحتى في صحف رسمية، باعتقادي هي يعني ذلك ليس كلاما رسميا حتى الآن ولا يمكن البناء عليه، خصوصا أن الاحتلال يعني وفقا للتسريبات أتبع ذلك بجملة مشروطة يعني ليرى ماذا سيكون موقف المجتمع الدولي. وأنا أقول لك إذا كان هذا الموقف المعلن فعلا فإن ما أخفاه الاحتلال هو أنه سيرى ماذا سيكون موقف المقاومة الفلسطينية. هل هنا نعم سعود نعم سيد نجيب سعود لهذه النقطة بالتحديد ونقطة المقاومة الفلسطينية وكيف ستواجه هذه المخططات إن تم تنفيذها تدريجيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تحدث الاحتلال أو تحدث بعض الصحف عن مدينة غزة الجديدة، إذن مدينة غزة الجديدة إذن وضعوا لها اسم، وضعوا لها اسمان. تحدث أيضا عن تعيين حاكم غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية. ألا يشير ذلك إلى أن هذه الخطط ماضية وإن كانت من تحت الطاولة بشكل أو بآخر؟ صحيح تماما 100% أتفق معك، وهذا ما يعني يتكامل مع ما طرحته قبل سؤالك الأخير الذي تفضلت به. والحاكم الذي عينه نتنياهو لإدارة شؤون قطاع غزة هو رئيس شعبة سابق في الجيش الإسرائيلي متقاعد، بالتالي هو شخصية عسكرية من خلفية أمنية وعسكرية، وهذا ما يتكامل مع ما سرب. وبالتالي اليمين الإسرائيلي المتطرف هو ذاهب للنهاية في هذا الموضوع، وهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة ويريد أن ينتهي من مسألة غزة ومعضلة غزة إلى الأبد. ولكن هل اليمين الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وحتى أذرعها بمعنى الجيش الإسرائيلي هو قادر على تحقيق ذلك، أو هل هو يريد ذلك؟ بمعنى نحن أمام سؤالين كبيرين، هل هو يريد ذلك من عدمه أم أنه قادر ويستطيع على فعل ذلك من عدم. أنا أقول لك بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل هو لا يريد ذلك ولا يستطيع ذلك، بدليل حينما صوت المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر قبل نحو أسبوعين على قرار البقاء في محور فيلادلفيا. المجلس مكون من 10 وزراء، 8 بأغلبية ليكودية صوتوا مع البقاء، وبن غفير وزير الأمن الداخلي بالمناسبة هو الوزير الوحيد الذي امتنع عن التصويت. أما الوزير الوحيد الذي صوت بلا أنظر إلى المفارقة هو ما يسمى وما يعرف بوزير الدفاع أي وزير الجيش ووزير الحرب وفقا لتسمية الفلسطينيين يؤاف جالانت الذي هو من أقطاب الليكود. بالتالي إذا كان الجيش يقول أنا لا أريد أن أبقى في محور فيلادلفيا وفي نتساريم، وإذا كان الجيش قد أعلن على لسان وزيره ورئيس هيئة أركانه والمتحدثين باسمه وكبار ضباطه مرة واثنتين وثلاثة ومئات المرات طيلة فترة الحرب أننا نعاني من قصور في بنك الأهداف ولا يوجد لدينا أهداف واضحة نحققها ولا بنك أهداف نعمل عليه، وبالتالي وجودنا في غزة أصبح عبثيا، يعني أنا أنقل نقلا حرفيا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، وجودنا في غزة أصبح عبثيا، وبالتالي إذا لم تتخذ الحكومة قرارا بإنهاء الحرب سنتخذ نحن والمؤسسة العسكرية ذلك القرار. وإسرائيل تعاني أصلا من انقسامات حادة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية من جهة، والمؤسسة الحكومة أقصد المؤسسة السياسية من جهة أخرى. وهذا الشرخ عاد بعد دخول الهستدروت واتحاد نقابات العمال على الخط قبل نحو أسبوع 10 أيام، عاد هذا الشرخ إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر وقبل معركة طوفان الأقصى، حينما عانى هذا الكيان من انقسامات شلت الحركة فيه وشلت الحياة فيه بالكامل. أصبح الشعب كله مقسما لديهم ما بين يمين ويسار وشرقي وغربي ومتدين وعلماني، وبالتالي أصبح هناك شرخا اجتماعيا قسم الكيان وأصبح باعثا على الفتنة الداخلية وعلى يعني الخلاف والحرب الداخلية التي ربما يعني تأتي وتشتعل في أي لحظة. بالتالي محاولات الحكومة الإسرائيلية لرأب الصدع الداخلي ولملمة الأوراق الداخلية بعد هذه الحالة من التراهل والتشرذم
يعني لا أدل على ذلك من محاولات تصدير الأزمة، وهذه المرة كما في كل مرة عودنا الاحتلال على تصدير الأزمة إلى الفلسطينيين، وفي كل مرة الوقود دم الشعب الفلسطيني والثمن الأرض الفلسطينية، ومن هنا يعني تأتي هذه الأطماع. ولكن كما قلت لك يبقى هناك سؤالان كبيران: هل تستطيع إسرائيل فعل ذلك؟ وهل تريد إسرائيل فعل ذلك؟ باعتقادي إسرائيل غير قادرة على فعل ذلك، وهي لا تريد، إنما ما تريده هو فرقعات إعلامية على الأقل في هذه المرحلة لتحسين شروط تفاوضية، ومحاولة دفع عجلة المفاوضات إلى الأمام، ومحاولة كسب الزمن والرهان على قدوم إدارة أمريكية أكثر تطرفاً من هذه الإدارة التي هي شريك أساسي في الحرب على شعبنا، وتبنت الاحتلال بالكامل في كل جزئية من جزئيات هذه الحرب على مدار عام كامل. وبالتالي هم يحاولون كما قلت لك أيضا تصدير الأزمة الداخلية إلى الشارع الفلسطيني وإلى خارج هذا الكيان، أي إلى الفلسطينيين. من هنا تأتي هذه التصريحات. نعم سيد نجيب، وحتى اللحظة لا أقرأها إلا في هذا السياق. نعم سيد نجيب، إذا ما عملت الآلة الصهيونية على تنفيذ هذه المخططات المسربة الآن بضم شمال القطاع أو إعادة احتلال قطاع غزة بشكل أو بآخر تحت ضغط نتنياهو، إذا استمرت الأمور على هذا الحال، كيف ستواجه هذه المخططات من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؟ يعني بالتأكيد المقاومة ستنظر إلى ذلك الموضوع يعني نظرة وجود ونظرة وجودية، وبالتالي إطلاقا لا يمكن يعني التهاون مع ذلك. يعني المقاومة التي أخذت زمام المبادرة وقررت أن تبادر هي وتفتح معركة طوفان الأقصى، وهي التي بدأتها، وهي التي كانت تعي ما هي الخطوة التي أقدمت عليها، وكانت جاهزة لدفع الثمن. ووفقا لتصريحات قائد أركان المقاومة في خطابه الذي أعلن عنه أثناء شن عملية طوفان الأقصى في اللحظات الأولى، قال: نحن أمام بروفة للتحرير، بمعنى المقاومة الآن في تخطيطها وفي تكتيكها وفي إعدادها وفي جاهزيتها، هي ترى بأن المعركة القادمة هي معركة تحرير. بالتالي هذه المخططات الإسرائيلية من شأنها أن تعجل المقاومة الفلسطينية في معركة التحرير، خصوصا أن المقاومة الفلسطينية بعد أحداث معركة سيف القدس 2020 بدأت تتعامل بوحدة الساحات ووحدة الجبهات، جبهات الإسناد والدعم في كل المناطق، وبدأت تنقل رويدا رويدا هذه المعركة إلى خارج فلسطين، ولم تحصرها فقط داخل فلسطين المحتلة وحدود فلسطين التاريخية. وهنا أنا أذكر المجتمع الإسرائيلي وأذكر الساسة الإسرائيليين وأذكر بنيامين نتنياهو تحديدا، الذي يعتبر نفسه آخر ملوك بني إسرائيل وآخر الزعماء التقليديين وآخر الراديكاليين والكلاسيكيين الإسرائيليين الذين يعني أسسوا هذا الكيان. أنا أذكر بنيامين نتنياهو بأن سلفه رابين الذي كان عمودا رئيسيا في تأسيس هذا الكيان على أرضنا وحساب شعبنا، يعني تمنى كثيرا أن يصحو الفجر أو الصبح ويجد غزة قد ابتلعها البحر. وأنا أذكر بنيامين نتنياهو أيضا بأن سلفه شارون الذي هو من مؤسسي حزب الليكود الذي ينحدر إليه نتنياهو، وهو بالمناسبة في أقصى اليمين في أقصى الخريطة الحزبية في اليمين الإسرائيلي.